position adopted by the combined Arab and Muslim summits and the summit of NAM to support the admission of the State of Palestine to membership. And we are taking practical steps in this direction, and we will start mobilizing the largest number of countries أكبر عدد من الدول لدعمنا في هذا المسعى، ونحن نأمل أن مجلس الأمن سوف يتصرف وفق طلبنا على أو المستوى الوزاري بحلول نيسان، لأنه ثمة اجتماعان في مجلس الأمن في الشهر المقبل سيكونان على المستوى الوزاري، واحد منهما سوف نطلب من المجلس أن يسهل توصيات هذا الاجتماع حول دولة فلسطين كعضوة، والثاني سيكون متمحورا حول الأونروا للدفاع عنها ولحمايتها من يريدون تدميرها بقيادة السلطة الإسرائيلية المحتلة. إذن هذه بعض الأمور التي سنناقشها وسنتعامل معها، وكما أظهرنا لكم سوف نحيطكم علما بكل هذه التفاصيل في مضينا قدما. جيمس ماثيو من سكاي نيوز، إن الولايات المتحدة تزيد الضغط على إسرائيل أكثر من قبل، لماذا ترى أن هذا مشروع القرار هو فشل أكثر منه تقدم في دعم مساعي السلام؟ كما قلت إن السفير الجزائري تحدث ببلاغة شديدة حول موقفنا، لذلك لا داعي لأكرر الكلام لأؤكد على ما قال. بالإضافة إلى ذلك ثمة أشخاص آخرون تحدثوا أو آخرين تحدثوا، وهنا أريد أن أسلط الضوء على البيانات الواضحة والمقنعة لممثل غويانا، ممثلة غويانا التي فندت بندا الأسباب التي دفعتها إلى عدم دعم هذا المشروع القرار، ونحن ندعم موقفها ونراه على أنه يشرح لماذا تم التصويت على هذا النحو. لذلك بدل أن أعيد هذه النقاط أدفعكم إلى التأكيد عليها وربما استعمال الحجة للسفير الجزائري والسفيرة كارولين من غويانا التي نتشارك وإياهم وجهات النظر.